السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة إنه إحنا حكينا عن Quality of Service. Quality of Service في عنا عملية Traffic Shaping وفي عنا عملية Traffic Shaping و يعني Limiting. فإحنا المرة الماضية عملنا Limit بغض النظر إيش هو نوع البروتوكول. احنا مثلا فينا بروتوكولات كثيرة، فينا بروتوكولات خاصة بالصوت، في بروتوكولات خاصة مثلا بالويب، في بروتوكولات خاصة بالمحادثة، بكذا يعني امور كثيرة، بخدمات الاسماء عبر الانترنت والى اخره. الان كيف انا اعمل شيبينج؟ الان موضوع كواليتي اوف سيرفيس، كيف انا اعمل بريوريتي لشيء معين؟ تيجي على الويزارد. طبعا هون يعني خلوها سهل جدا، موضوع الترافيك شيبينج والترافيك يعني ترافيك ليميتنج بسيط، يعني شفنا احنا كيف عملية ترافيك ليميتنج. لكن ترافيك شيبينج انت كيف، لو كان انا عندي كل البيانات الان، لو شغلت بير تو بير اللي هي بيت تورنت والاشياء هاي، كل الباندويث تبعك راح يتم سحبه من قبل هاي هذا البرنامج وبيت تورنت، فبصير عندك الانترنت بطيء جدا. طب شو اعمل؟ لا يعني الافضل انه لما اكون انا بستخدم النت يحكي للبيت تورنت ما تستخدمش اكثر من هيك ابلود وداونلود، خلي مجال للبرامج الاخرى والكذا. فهون هم عاملين كتالوج. طبعا انا مثلا عندي ثلاثة لان وعندي واحد وان. الوان هو اللي بوصلني مع الانترنت، ثلاثة لان اللي هم هوم ودي ام زي ولان. فبعمل next. هنا بحكي لي عن الشيبر configuration، ايش هم الانترفيسز الموجودات عندي، لان ودي ام زي وهوم. عندي ابلود نص ميجا اللي هم 500، داونلود 2 ميجا، يعني هاي انتو شايفين الوان انترفيس وكذا، ما في هنا شيء بدنا نعمله. طبعا هذا بيعتمد على كم انترفيس عندك وشو الباندويث الموجود عندك، او ممكن تحطه 512 و200 و2048 ما في مشكلة. بعدين بتنتقل ل الان اذا كنت انت بتحب يعني عملية الفويس اوفر اي بي، فانت بتقدر تعمله prioritization. صعبة هاي الكلمة. فهنا طبعا بتحدد شو هو البروفايدر الكذا، لكن انت فعليا ما اتوقع عندك فويس اوفر اي بي سيرفرز موجودة داخل شبكتك. يعني هنا اذا كان انا عندي مثلا هنسميها هوست او نتورك معينة، يعني بقدر اجي هون مثلا احكي له اسمع النو ليميت الالياس، مذكرين النو ليميت اللي هو مسموح له انه يعمل. بقدر هون لا احكي له بالنسبة للنو ليميت مزبوط مسموح له يعني يكون عنده ماكسيمم باندويث علشان يعمل داونلود وابلود للانترنت، لكن انا بدي اياه في هون عندي طبعا بيرسنت والكذا، لكن انا مثلا بدي اعطي باندويث معين، فانا بقدر احكي له اعطي 50% من الباندويث او كذا. لكن يعني انت هون هذا موضوع انه حتى ممكن ما يكونش اي بي واحد، ممكن تعمل الياس لنتورك كاملة وتحكي له ما هي النتورك انا بدي اياها مثلا اعملها شيء معين. طبعا انت هنا يعني مجرد ما انت ما تعمل انيبل فهذول ما في لهم تأثير نهائيا. بعدين بتيجي على موضوع البير تو بير. بالنسبة للبيت تورنت والاشياء هاي هي طبعا بير تو بير بروتوكول. طبعا هنا بتقدر تحدد باندويث، نسبة معينة من الباندويث. هنا بتقدر تحدد شو اللي يعمل له مثلا، لو اجيت هنا مثلا حكيت له اي دونكي اوبن ناب سكلار وين ام اكس الى اخره، يعني انت بتقدر تختار اللي بدك اياه كذا. بعدين انت كمان بتقدر يعني
بدل ما انت تختار كل اللي من تحت بتقدر تختار بس انه كلهم all uncategorized traffic will fit into peer to peer. يعني اي شيء مش معموله category راح يصير peer to peer. بهاي الحالة انت بتقدر تحكي له مثلا اعطيه 50% من الباندويث او اعطيه مثلا نسبة معينة كيلو بت بير سكند الى اخره. لكن احنا هون ما رح نعمل شيء بس احنا عشان اورجيكو يعني هالموضوع. الان لو كان عندي جيمز فانتو بتعرفوا انه في الباتل نت تبعت وورد اوف وور كرافت والاشياء هاي, فطبعا لعبة جميلة جدا. اكس بوكس الاشياء هاي, فانت بتختار مثلا انا طبعا شيء بدك تفعله, بعدين بتختار الاشياء اللي انت بدك اياها. طبعا هاي علشان انت يعملها priority, يعني يسمح لها انها تكون ما يأثر عليها البيانات, يكون لها اولوية على الشبكة. يعني لو كان عندك ازمة وكان عندك شخص بينظم المرور, فانت مثلا رح تعمل اولوية لمين؟ رح تعمل اولوية لسيارات الاسعاف, ل مثلا سيارات النجدة, الامور هاي. لكن مثلا يعني خلينا نسميها اي شيء ثاني مش مهم ما راح تعمل له اولوية. نعمل next. الان هنا طبعا rise او lower, تعمل rising او lowering للpriority لبروتوكولات ثانية. فلو حكيت مثلا ابل ريموت ديسكتوب تقدر تعمل له هاي برايوريتي, مثلا لور برايوريتي اللي هو ام اس ار دي بي اللي هو ريموت ديسكتوب تبع مايكروسوفت, مثلا في ان سي انا بهمني لازم يكون هاي برايوريتي. ليش؟ في ان سي فيديو, الفيديو بهمه يكون هاي برايوريتي. ليش؟ علشان ما تقطع عندك الصورة مش زي الصوت. يعني الفيديو موضوع الباندويث حساس بالنسبة له كثير. مثلا لو كان عندي انترنت ريلي شات او اشياء ثانية, الفي بي ان مثلا اعطيني higher priority, الاي بي سيك كمان اعطي higher priority, مثلا الاش تي تي بي لا اعطي lower priority. يعني هاي فور يعني على سبيل المثال. مثلا games مثلا اعطيه lower priority, DNS اعطيه مثلا higher priority. يعني انت بتقدر تحدد. طبعا مثلا الاسم بي اللي هو خاص بالsharing والامور هاي مثلا high priority, SQL server مثلا high priority, sub version مثلا اعطيه lower priority. انت يعني انت بتحدد اللي بدك اياه, واخر شيء بتعمل next من فوق او من تحت, بس تأكد من كل امورك تمام. راي next, واخر شيء بتعمل finish. الان لو دخلت على فايروول اخذنا traffic shaper, فبتلاحظ هون انه صار في عندك shaper بشكل معين من الكيو لينك اللي هو الكيو اللي هو الطابور اللي بتوقف عليه البيانات وبتنظم البيانات قبل ما تدخل على هاي. في عندك الديفولت اللي هو بالوضع الطبيعي, في عندك الهاير برايوريتي واللور برايوريتي, ثلاث هاي كل شيء بالنسبه لعمليه ترافيك شيبينج مش ليميتنج. احنا عملنا ليميتنج كذا. طبعا في عندنا كمان يعني امور اخرى باي كيو, وفي عندك لاير 7. لاير 7 يا موضوع بده شغل منيح, لكن انا بحكي لك كيف. مثلا تيجي هون بتحكي له النيم مثلا, خلينا نحكي طبعا عندك بروتوكولات معينه, لكن انت بتيجي هون بتختار خلينا نحكي سيتريكس مثلا, سيتريكس اركيتكتشر خلينا نحكي كيو انترنت, كيو ديفولت, كيو مثلا هاي,
باجي مثلا بحكي له انه هالسيتريكس عبارة عن مثلا بروتوكول معين علشان الديسكتوب، مثلا باجي بحكي له هذا عبارة عن سيتريكس ديسكريبشن ريموت ديسكتوب بي سي اب مثلا، خلينا نفرض على سبيل المثال، بعدين بتعمل سيف. طبعا هون لا تنسى انه كل شيء في النهاية بدك تيجي على الرولز، وبعدين تيجي مثلا دي ام زي تحكي له مثلا بالنسبة لهذا الموضوع انه ضيف مثلا ترافيك شيبر ترافيك ليميتر، الامور هاي عندك على انت شايف صارت عندك موجودة عملية كيوينج سواء ان او اوت او اك كيو او كيو العادي. بس يعني هذا كل الموضوع موضوع بده يعني امور اخرى، لكن احنا فينا مثلا هاي بلاير 7 بعدين بعمل له سيف بصير عندك هاي برايورتي والامور هاي. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.